وهنا سوق اللبان في صلالة، ما شاء الله تبارك الله، أسواق كلها للبان والروائح العطرية البخور في صلالة. أنواع البخور اللبان ما شاء الله بأسعار طيبة. سوق الأحقاف للملابس العمانية، ما شاء الله سوق متكامل للملابس العمانية الرجالية. ما شاء الله تبارك الله، السلام عليكم، كيف الحال؟ ما شاء الله، هذا تفصيل ملابس رجالي سوق الأحقاف في صلالة. ما شاء الله ما شاء الله، السلام عليكم.
وهذا انواع الحلوى العمانيه.